السلام عليكم، ربي صلي وسلم على المطيب أهل فضل الصلاة والسلام عليه، صلوا عليه. الفترة هذه تاريخيا زي ما قلت لكم فترة اشتداد وطأة أهل مكة كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قلت لكم أول لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى دار الأرقم من الأرقم يجد أنه فلان مو موجود، فلانة عذبت، تسمع أن عمر عذبها، وهناك فلان أمية بن خلف ينكل به، فشعر بأنه أصحابه أنهكوا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تذهبون إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق. الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا يتناقشون، قالوا الكلام فيما بينهم: ترى جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى إنه نذهب من هذه الدار الظالم أهلها، أخرجنا يا رب بس نبغى نفتك من تعذيب أمية وعمر. طبعا هذا الأمر عام، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلان هاجري ولا فلان هاجر، اللي ما يستطيع أن يتحمل أذى قريش فليهاجر، يخرج إلى أرض الحبشة. كان الكلام هذا في السنة الخامسة من البعثة في رجب، أنتم متخيلين الأذى 5 سنوات. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمجموعة من الصحابة 10 و3 من النسوة انطلقوا إلى بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام مو عارف مين راح مين جاء، شوية فقد مين اللي متزوج بنته عثمان بن عفان رضوان الله عليه، وفقد بنته رقية. وبدأ يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول لفلان: هل رأيت عثمان؟ لا والله يا رسول الله. فلان: هل رأيت رقية صاحبتك؟ قالت: لا لا لم أره يا رسول الله. شوية جاءت امرأة قالت: يا رسول الله إني رأيت عثمان ورقية يتجهون نحو البحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عثمان أول من يهاجر في سبيل الله بأهله بعد لوط وإبراهيم عليهم السلام. هذه الأسماء خلت في التاريخ، أول ناس هاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان عددهم 10 رجال و3 نسوة، لما انضم لهم عثمان بن عفان ورقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام صار عددهم 11 رجلا و4 من النسوة. وصلوا إلى بحر القلزم، أمروا عليهم عثمان بن مضعون. يا الله، الصحابي الجليل هذا أحبه، هذا كان صاحب مال لكن كان من أزهد الدنيا، حتى زوجته تعبت منه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نصحه يعني، قال له: يا عثمان، أنا كان هو عثمان لا يفطر لا ينام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعرف بالله منك، لكني أخذ شيء من الليل، تمام، أنام يعني وأكل الطعام أفطر. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه عينه دمعت لما مات. هو أول واحد يموت من المهاجرين من مكة في المدينة في بقيع الغرقل، ودفنوا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد عثمان بن مضعون له قصة هقول لكم عليها شوية. وصل هذا الجمع الطيب إلى الميناء، وبدأوا يسألون شايفين سفن كثيرة: أيها ستغادر الحبشة وكذا، حتى وجدوا سفينتين، واتفقوا مع أصحابها أنهم يركبوها ويستقلونها حتى يصلون إلى الحبشة بنصف دينار. الله أكبر، كانوا كلهم حريصون على بعض، ما مو نفسي نفسي، لا كلهم يصعدون. فسبحان الله أقلتهم إلى أرض الحبشة. الحبشة أرض زراعية فيها تجارة، كانت هي من مصادر التغذية في العالم في ذلك الوقت، يعني فيها خيرات، إلى الآن فيها خيرات الحبشة. سلامي إلى أخواننا في أثيوبيا. الشاهد من الكلام إنهم لما دخلوها، طبعا 14 واحد يعني أو 15 تقريبا، يعني ما في شيء يعني ملفت للنظر، فدخلوها وسكنوها. حتى النجاشي وقتها ما يدري، لأنها تجارة يجوها من كل العالم، فما في شيء ملفت للنظر، فسكنوها وشافوا العدل وشافوا الأمان. إلا بعد 2 شهر تقريبا سمعوا أخبار جديدة من مكة، سمعوا أخبار إنه مكة أسلمت، مكة أسلمت، طاح الحطب يعني، خلاص ما في مطارد أو كذا. في تلك الفترة تذكروا حادثة سجود أهل مكة لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ: والنجم إذا هوى، قيل أنها وقعت في تلك اللحظة لما كانوا هم في الحبشة. فتناقل لهم سجود كفار قريش وأهل مكة لله سبحانه وتعالى، فظن ناقل الخبر إنه مكة أسلمت، فعادوا إلى مكة مرورا بالبحر قلزم. ثم قبل دخولهم إلى مكة تبين لهم أن الموضوع ترى مجرد تأثر، وعادوا إلى كفرهم، بل الموضوع اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. منهم من عاد إلى الحبشة، ومنهم من دخل إلى مكة، ومنهم الصحابي الجليل عثمان بن مضعون، ولا ودخل في جوار الوليد بن المغيرة. تعرف عن الجوار؟ يعني ما حد يمسكك تفوجه. نعم، بهذا اللفظ
في وجهي. تعرف احنا عندنا في الثقافه العامه في السعوديه لما واحد يقول لك او منطقه الخليج او العرب بعض المناطق العربيه في وجهي يعني ما حد يمسكك، واللي يمسكك يمسكني انا، واللي يذيك يذيني انا. هكذا كانت العرب، وتعتبر هذا خط احمر، مهما كنت مجرما قاتلا خلاص كانت تحترم هذا الشيء. فدخل عثمان بن مضعون في جوار الوليد بن المغيرة، منع كبير الوليد بن المغيرة سيد من أسياد مكة، فدخل في جواره. طبعا بحكم إيش؟ بحكم أنه من أهل مكة وله صحبة مع يعني أهل مكة ومعرفة قديمة، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة. الشاهد أنه عثمان بن مضعون رضوان الله عليه صار آمن يعني في جوار الوليد بن المغيرة، فصار يتجول في مكة. إلا شوية يشوف الصحابة يعذبون، يعذبون عذاب أشد مما كان يراه قبل هجرته إلى الحبشة. فجاء شيء في نفسه قال والله ودوي ورواحي آمنا في جوار واحد من أهل الشرك وأصحابي وأهل دين يعذبون، والله إن هذا لنقص كبير في نفسي. كيف كذا يقول؟ فراح للوليد بن المغيرة أبا عبد شمس كنيته، وفيت ذمتك ورددت إليك جوارك. قال حتى لا تتكلم عليك العرب تعال، واخذوا من يده ودى الى دار الندوه وامام الناس. شوف كيف سبحان الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس، الناس تنظر، انجفل عليه الناس. عثمان بن مضعون يمسك الوليد المغيره اللي كان فيه من ما امر. قال يا ايها الناس اشهدكم ان الوليد بن المغيره ما رايت اكرم منه، وما رايت اشد منعه عني من الناس، دافع عني، لكني اشهد لكم أني قد رددت جواره. ناس ينظرون ليش حصل. فسأل الوليد المغيرة يقول له يا ابن أخي هل ثمة شيء حصل؟ قل لي لو في شيء حصل في غيابي والله أوريك كيف. أحد آذاك؟ قال لا، ما مسني أحد قط، ولكني لا أحب أن أستجير إلا بالله. يا ابن أخي قال لا أحب أن أشارك وأستجير وأدخل في جوار أهل الشرك. وانفك جوار عثمان بن مضعون على الوليد بن المغيرة. تمر الأيام سبحان الله، وكان في مجلس لأهل قريش. كرم من الله يأتي عثمان بن مضعون ويجلس فيه، وكان في واحد شاعر معروف تعرف أبيات اسمه لبيد بن ربيعة جالس وكان يقول أبيات. عثمان بن مضعون كان جالس شوية قال أبيات تعرفوها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. هذا ربيعة، لبيد بن ربيعة يقول. فقال عثمان مضعون قال صدقت. كمل اللبيد قال وكل نعيم لا محالة زائل. عثمان مضعون قال كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال له كذبت، نعيم الجنة لا يزول. شوية لبيد بن ربيعة قال ما شأن صاحبكم؟ كان لا يؤذي جليسا، لا يرد على أحد. قالوا له هذا سفيه تعلم من أحد السفهاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأ به فرد عليهم قال والله ما انتم ما اشكالكم السفهاء. وصار الموضوع متوتر، هذا يسب عثمان بن مضعون يرد رضوان الله عليه، وتفاقم الامر بينهما حتى اشتبك. فضرب هذا الرجل عثمان بن مضعون رضوان الله عليه في عينه، فادميت عين عثمان بن مضعون. ضحك القوم كلهم، ضحكوا كلهم كفار مع عثمان بن مضعون. كان من ضمن الجلوس الوليد بن المغيره، قال هاه يا ابن أخي تترك جواري، لو كنت في جواري الآن ما أصاب عينك ما أصابها، ما أدميت. قال عثمان بن مضعون قال والله إني فرح أن ألقى ما ألقى مثل إخواني وأصحابي، وعيني الأخرى تشتهي أن تدمى في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتعجب الوليد بن المغيرة قال يا عثمان تدخل في جواري ثانية؟ قال لا، روح بس روح. رضوان الله عليه. من الصحابة اللي رجعوا من أرض الحبشة ودخلوا في جوار أحدهم أبو سلمة ابن عبد الأسد. ما الذي حصل له ودخل في جوار من؟ ومن الشخصية الغير متوقعة؟ والله غير متوقعة، دخلت تؤازره، غريبة، شخصية تؤذي الإسلام والمسلمين وتكره النبي عليه الصلاة والسلام، بس تدخلت في هذا الموقف حق أبو سلمة بشكل إيجابي. غريبة القصة هذه يعني سبحان الله، الموقف هذا غريب. وإيش حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام؟ إن شاء الله حنعرف في السنوات الجاية. ترى ما طولت، المتابعين الجدد بيحسبوا إني طولت، ترى ما تعرفوني، بس عندي مناسبة عائلية. الله يا رب يحشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الله يجعلنا ناشرين لسنته. يلا
اضغط على الشاشة كده وحدد كل المتابعين عندك، خليهم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويتعرفوا على سيرته في هذا اليوم الجميل، اليوم المبارك، يوم الجمعة، أكثر من الصلاة والسلام عليه. الله يجعلنا ناشرين سنته، اللهم لا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. أحبكم وأعوضكم خير إن شاء الله بإذن الله في الأيام الجاية، هنعرف كثير من القصص في هذه الفترة. استودعتكم الله، السلام عليكم.